خدام معاك هذا زمان. خدام معاك مولاتي مولاتي باش خلينا خلينا. خويا ما كتشوف النساء، ما كتشوف هالرجال بحال هكا كيبكيو، تيبكيو على حقهم. صافي المدينه صافي غنترحموا عليهم. حاجه توقع قدام امه قدام السكينه، اي حاجه توقع لهذا السيد المسؤول الاول هو المجلس البلدي وكاين رئاسه الربح. هاد المينيبيسات هادو غير خطافه، هاد المينيبيسات عندهم نقل المستخدمين، عندهم الخدمه تاعهم في لازون، تيدخلوا يخطفوا في عباد الله هنايا ومستغلينهم، تياخذوا مليون و40 الف ريال ولا الزياده تاع الشهر، وعاد داخلين دايرين 5 دراهم للمواطن. واللي مالي الخط، مالي الخط اللي خصهم يخدموا 523 عائله هي مشرده والشمكاره ملوحين في البلايك، تشدوا في الدراهم ويتخلصوا في عباد الله قدام المخزن وامه تاع عباد الله. هاد الشيء كامل تنحملوا مسؤوليه المجلس البلدي، لهذاك بوكبوط، لهذاك رئيس المجلس البلدي اللي ما بغاش يحشم كاع، ولكن ما بقى والو بيناتنا هاد 3 شهور، ولا درتو شي حمله انتخابيه واجيو دفلوا عنا، وبما كنتو حنا تابعينكم. حنا واقفين على حقنا قانونيا، ما دايرين فوضى، ما دايرين مشاكل، لان هاد المينيبيس اللي خدامه حنا عاولا نخدموا بها، حنا عاولا نخدموا فيها. الناس ديال الطوبيس عاولا 523 كلها كتعاني، كلها ناعسه في ديورها. علاش؟ علاش؟ واش واحد خدام واحد كيموت بالجوع؟ واش كنشبعانه ما كتفكرش جيعانه؟ احنا كنعانيو، راه حنا تقهرنا. انا ما تنوقفهمش على شي حاجه الفوضى ولا شي حاجه. 523 عامل كلها متشرده، كاين اللي عنده الاولاد عنده الكره، كاين اللي جراو علو من دار من الكره وولادو شردوه، فهمتي؟ ولكن بنادم خاصو يحس بواحد الانسان، ماشي هو كاس كيربح 3 مليون 4 مليون في الشهر، واحد مسكين ما لاقي حتى درهم، حتى درهم ما لاقيها باش يعيش ولادو. راه ما كاين لا عداله ولا تلميه. نهار اللي جات العداله والتلميه لهذ البلاد وحنا اللور اللور كحنا مواطنين في هذ البلاد ود قنيطره ود البلاد طومبو الاحمر، فهمتي؟ ولكن هاد السيد هذا خرج على هاد البلاد هادي. مدينه مالكه المجلس البلدي، مدينه ما فيهاش ناس مسؤوله، عام ونص وحنا مشردن لا خدمه لا ردمه، عام ونص والناس كتخطف البلايص في هاد المدينه، هادو عاد خطافه. نتحدى اي مسؤول عطيهم شي رخصه، نايض الخواد، شكون اللي غيستافد من هاد الخطافه؟ وكاين شي واحد عنده كرافات مستافد، وما يمكنش خطيف بالعلالي. عام ونص حنا كاينين، ولادنا عود ما يحفظوا النشيد الوطني والاناشيد، حافظين حقوقي حقوقي، هذا ظلم، عاقب المؤسسات. كيبغيو تشوفوا هاد ولادنا يحبوا هاد الوطن، وطن ولاد قنيطره عاشوره. عام ونص ودي انت ولدي ديه دي سير عنده وكلوا وشربوا، وعاد قري المواطنه تدير لي درس ديال الوطن، وفي الاخر مشرد بوه وولينا ردونا هادو بلا قيمه في هاد المدينه. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.